بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متابعينا تصاميم جوهرات أحبتي الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا عبارة عن درس خاتم في أحجار، وفي حركة بسيطة من خلاله نتعلم إن شاء الله خيارات جديدة أو خيار جديد على البرنامج رينو 6. وقبل ما ابتدي بس حبيت هيك نور العالم الحابين او الناس الحابه تتعلم في هالتصميم او تصاميم جوهرات او اي تصميم، نورهم بكام نقطه بس هيك مشان يتابعوا معنا. النقطه الاولى يعني لازم يكون اذا بده يدخلوا بمجال تصميم جوهرات لازم يحبوا هالمجال، لانه اذا ما حبينا هالمجال واي مجال تصميم جوهرات او اي تصميم، اذا ما حبوا هالمجال يحسوا بالملل ما بيبدعوا فيه، لأنه حتى يتابعوا لازم يكونوا هالنقطة مهمة جدا، يحبوا هالمجال. النقطة الثانية لازم يكون عندهم هدف، إني ليش أنا عم بشتغل بهالمجال بالتصميم مجال. هل يا ترى الأمور هي عبارة عن تقطيع وقت ولا هدف مادي ولا عمل ولا أي شيء؟ هاي نقطة كمان مهمة لازم تحطها في بالك. النقطة الثالثة، كثير من الناس يعني بتحس إن تصميم جوهرات أو تصميم هو صعب، ولكن هو في النهاية سهل جدا جدا، يعني بس بس لازم الواحد يبتدي. والمفروض إذا ما كان عنده البرنامج أو ما قدر ينزله عن طريق الإنترنت، لازم مباشرة يجيب ورقة وقلم يدون هالنقاط هذه، مثلا يرسم رسمة خاتم، يبتدي شوي شوي ومعه يخصص من وقته خاص أوقات، يعني لازم أقل شيء ساعتين في اليوم لثلاث ساعات مبدئيا مشان ما يمل. والنقطة الرابعة واللي هي كمان أهم، من خلال لما تكون وصلت لمرحلة متقدمة أو ما مرحلة متقدمة، يعني أنت عم تصمم أو عم تصمي بيطلع لك مثلا عم تصمي هدف معين أو خاتم أو حلق أو أي شيء، يمكن بيعترضكم إنه بيطلع معكم خيار تاني. هالخيار هذا سجلوه على ورقة وتابعوا بالخيار الأول مشان ما تضيعوا. والنقطة الخامسة واللي هي الأهم، لازم على سبيل المثال يعني تكون ماشي مثلا ونفرض بالشارع شفت هيك رسمة صغيرة تحطها ببالك سجلها أو سجلوها، مشان اعمل انا بدي اعملها مثلا شكل هندسي، شكل فن عماري، رمز بسيط قادر اعمله منه خاتم ورقة، هو هيك التصميم يعني بسجلها مشان بحطها بنقطة، هي بصير بحاول فيها وهيك ببتدي المجال. وبتكون هيك اعطيتكم هالخمس نقط هذه بتفيدكم ان شاء الله تعالى، بتمنى لكم التوفيق. مباشرة هلا نحن نباشر بتصميم الخاتم، رح نروح على النافذة، خلينا نشيل هذول مثل كل مرة، رح نحذفهم نهائيا، رح نروح على النافذة فرونت، خلينا رح نرسم دائرة عبارة عن مركزها صفر بالمليمتر 20، تمام. رح نرسم كمان، نروح على النافذة رايت فيو، رح نرسم هون عبارة عن أو الدائرة، رح نرسم دائرة تانية من هالشكل هذا من هالنوع، رح نحط هون يكون الأون سناب فعال أو سناب نقطة، ورح نفرض واحد انت، هذه هي الدائرة الصغيرة، رح نرفع شوي، لازم يكون تمام. هلا احنا هنعلمها، رح نيجي على الخيار بالترانسفير بولر اراي، هنحط هون كمان صفر انتر، هنحط ثلاثة، بدي ثلاث دوائر لازم نرجع كنترول زد، من اول بولر اراي انتر 360 الزاوية، صار عنا الشكل هذا. علمنا هذا فنا مشان نقدر نتحكم، علمناهم.
بعد ما نعلمهم نروح على ترين، على هاي الخيار موجود هون ترين، رح نشيل هذا وهذا 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 هذا وهذا، فينا اي شكل نعمله. كمان علمناه هون وعملناه، ورحنا على خيار موجود join مشان نقدر نتحكم فيها. خلينا نرجع نفعل الدائرة، رح نرفع تمام نهون هلا على surface 3.1. بنعلي من الدائرة، بنعلي من الشكل هذا، بنخلي والمفروض حط انتر بيطلع لنا هالمستطيل، بنحط هون اوكي، صار عنا الشكل هذا، هذا الشكل. فينا نكبره اذا بدنا كيف ما بدنا، فينا نكبره شوي من هون، بس انا ما حكبره نفس الشكل. هلا رح نعمل بالكومنت، رح نكتب كيج اديت، علمنا مثل عادة انتر بوكس بدنا اياها، انتر انتر الواي والاكس بدي اياها 4 ما اكثر، فيني اتحكم بالنقطة ما بدي. النافذة فرونت رح نعلم، هدول كلهم دروس قديمة متكررة. نزلناها شوي، حطينا انتر، ضغطنا على كمان على الفور فيو، على الفرونت فيو، علمنا هذه تمام. على التوب فيو جينا طلعنا فيها شوي صغيرة، حطينا بالزر اليميني، صار عنا بدنا نخفي المربع او الكيج ايديت بهالسهم هذا، واحذفناه تمام. هلا فرجيكم صار عنا الشكل هذا، هذا الشكل انا بدي كرره. والمفروض بنروح على روتيتد، نعمل له موجود هذا روتيت 2 دايمنشن او 2 دي، نيجي على الفرونت فيو ونحط صفر. هون بيقولونا بدنا نسخة ولا لا، كاتبين يس انا بدي نسخة. نسخة لهون وحدة وهي ثلاث نسخات عملت لها، ممتاز جدا، شايفين صار عنا هالخيار هذا او هالشكل هذا. فيني قد ما بنكون اعمل قد ما بتكرروها قادرين نعملها. هلا رح فريكم كيف صار معنا، نجي على الخيار هون، خلينا نشوف صار عنا الشكل. تمام جدا. هلا نحن رح نركب التاج. قبل ما نركب التاج خلينا نشيل هالزوايا، هذه وهذه وهذه، ممتاز. هلا على الخيار الموجود هون جولوري رح نضغط عليه، رح نيجي لهون طبعا مشغلين رينو جولد، رح نضغط عليه، رح نختار، والمفروض
لنفرض أي تاج بدنا إياه، اختاركم هذا، حطينا صح، ثبتنا، طلعنا لفوق، ممتاز جدا. هلا أنا بدي أعمل له كمان، بدي 3 رؤوس بالروتيت، هاي موجودة هون، نضغط عليها، نحط 0، كوبيا، لا تنسوا هون بيكون كوبيا، من هون نبتدي، هاي 1 وهي 2، شوفوا هلا شو صار عنا، شايفين صار عنا الشكل هذا. هلا خليني نلون الحجار، او خلينا نلون الحجار وخلينا نشوف هالزوايا كمان. لا تنسونا، نسيت مالكم باللايك، مشاركة، ضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، وتتابعوا القديم، توزعوا هالفيديوهات. سبحان الله، لحد الآن ما وصلنا أبدا، تعليقات قليلة جدا ولايكات قليلة، ما بعرف. على كل الحمد لله، بالنهاية لابد ما يجي يوم استفاد العالم إن شاء الله من هالعلم هذا. أنا اخترت لكم يوم اللون الجميل هذا، اللون فيروزي، احنا بنقول له هذا هو. هذا اليوم درسنا، بتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم، وبإذن الله تعالى إلى الدروس القادمة بإذن الله، الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. خلينا نشوف بس، أكيد شايفون إني ما تمام، بمشان هيك لازم يكون تمام. نعمل له نسخة تاني، كوبيا، هذا اليوم الدرس، أتمنى ينال إعجابكم، انتظرونا بالجمعة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.